يحل شهر رمضان هذا العام على إيران في ظل أجواء صعبة بسبب فيروس كورونا طغت على شتى مناحي الحياة وطالت شعائر رمضان التي تقام بحذر وحيطة، فبعضها ألغي وبعضها أصبح يعقد افتراضيا من خلال الشاشات الإلكترونية. أطعمة رمضانية شهية منكهة بالحذر هذا العام، والسبب كورونا. في الشهر الفضيل لا غنى عن تواجد آشرشتي أو الرشتاية كما تسمى في بلاد الشام، أو الهريس بالنسبة للبعض، لذا يأتون لشرائها مرتدين الكمامات والأقنعة خوفا من الزائر الثقيل الذي غير حياتهم. علينا التأقلم مع الظروف التي تحدث والتفهم أن هذه السنة مختلفة عن سابقاتها، لذا ينبغي تقليل التجمعات، وفي حال اجتمعنا يجب رعاية التدابير الصحية والمسافة الاجتماعية. الشراء في هذه الأوضاع مخيف بالطبع، وعلينا المراعاة، كما أنني أشتري الحلويات للمرة الأولى في هذه الظروف من أجل أولادي. الحلويات الرمضانية قد تخفف من مرارة واقع فرضه كوفيد-19، لكن بيعها وشراءها بات رهنا ببروتوكولات صحية حددتها وزارة الصحة الإيرانية. تخفيف القيود الاجتماعية بالنسبة لهذه المحال كان صائبا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعاني منها البلاد. أغلقنا محلنا لمدة شهر بسبب كورونا، وقد تضررنا كثيرا وتحملنا أعباء كثيرة، خاصة في توفير المواد الأولية، وبعد عودتنا للعمل قل صنع الحلويات مع قلة الزبائن، وبسبب ذلك انخفض عدد عمالنا من 100 إلى 50 عامل. من خلال الشاشات وعبر الإنترنت تقام مجالس ذكر وقراءة القرآن. خلت المساجد من المصلين إذ أغلقها كورونا، وسط دعوات لفتحها ولو بضوابط صحية محددة كما النشاطات الاقتصادية. كما غير كورونا من تفاصيل حياتنا، فرض نفسه على طقوس رمضان وحد من لقاءات الأهل والأصدقاء وأغلق دور العبادة، ولكن الأكف مرفوعة في كل مكان تضرعا للخلاص منه. شيرين سمارة، العربي، طهران.